السلام عليكم أصدقائي. فيديو جديد واليوم جديد. اليوم أخوتي غادي نهضر لكم على الفيضان خاص في الشمال مدينة تطوان. تطوان أخوتي هجمت عليها العاصفة الرعدية وهجمت عليها التبروري وسبت لهم مشكل، وفي نفس الوقت وقع عنده فيضان خاطئ بزاف. بغيتو تكتشفوا التفاصيل اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي كما شفتوا الفيديو في البداية. صراحة اخوتي فيضان خاص في مدينة تطوان، ربما ما سمعت طنجة وصلها هاد العاصفة الرعدية وهاد الفيضان، ربما بعض المناطق في طنجة. نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنى الخسائر ما تكونش. وهاد الامطار غزيره جابت المغرب خاص البارح، اكتشفنا بانه مدينه اكادير والنواحي ديال اكادير كان فيها الفيضان وسبب لهم مشكل، وفي نفس الوقت اليوم اكتشفنا تطوان من جديد الفيضان عاصفه رعديه وسبت لهم مشاكل. ما اكتشفت بانه الاوديه، اكتشفنا بعض المنازل في تطوان دخلوا لهم الماء، دخلوا لهم الفيضان وسبوا لهم بعض الخسائر ماشي سهله. بعض الناس اللي دخلوا لهم المنازل ديالهم الماء كما شفنا في مدينه اكادير النواحي ديال اكادير، الناس دخلوا لهم الفيضان ودخلوا لهم بزاف ديال المشاكل وسبوا لهم بعض الخسائر خاص في النواحي ديال اكادير. وبالنسبه لتطوان حتى هي سبات لهم هذا الفيضان وهذا الامطار غزيره وهذا العاصفه الرعديه خاص بعض المشاكل والخسائر خاص في مدينه تطوان والنواحي ديال تطوان. المهم امطار غزيره من عند الله سبحانه وتعالى، هذه العاصفه الرعديه، هذا الفيضان كله زوين كله رائع جدا. وحاليا حنا كنعيشوا شهر رمضان، رمضان ديال الدين، رمضان زوين بزاف وجد فيه هاد الامطار غزيره، واي واحد وقع عليه شي حاجه سبب هاد الفيضان امطار غزيره الا الخير، حيت هاد شهر رمضان كيكون فيه غير الخير. شهر رمضان زوين بزاف، هاجمت عليكم العاصفه، هاجم عليكم الفيضان عادي جدا، حيت هاد الشهر ديال الله، هاد الشهر ديال سبحانه وتعالى، هاد شهر رمضان. ونتمنى ان شاء الله يكون خير. اما بالنسبه الامطار غزيره باقي مستمره، حاليا كنت واجد في مدينه الدار البيضاء، حاليا دازت عندنا بعد العاصفه ديال امطار غزيره نقولوا عاصفه دازت في مدينه الدار البيضاء، ولكن الاجواء دابا حاليا عادي جدا، دابا ما بقى والو المغرب، الاجواء عادي في كازا في الدار البيضاء. ونسبة طنجة تطوان شفشاون فيه امطار غزيرة، شفشاون توا اكتشفنا بعد المناطق في شفشاون اخوتي امطار غزيرة وسبت لهم كارثة، تا هما نزل شفشاون دخل عليهم امطار غزيرة ودخلت عليهم هاد الفيضان. امطار غزيرة ملي كتكون واحد الهجوم قوية بزاف من بعد كطيح ديك العاصفة الرعدية على الارض، ومن بعد دوك الفيضان كيدخل بعد المنازل اللي قد الحال، ربما تكون عندك دار واعره، منزل يكون واعر مبني واعر ونقي واعر، راه ما غاديش يسبب لي الفيضان حتى حاجه. ولكن ربما اللي عنده منزل عادي جدا قد الحال كيتخلي هذا الفيضان وكيسبب ليه مشكل خطير بزاف. واش غادي نقول لكم حذاري ثم حذاري من العاصفه الرعديه، حيت باقي مستمره، باقي هاد الليلة غادي تكون عاصفة، ربما حتى غدا غادي تكون أمطار غزيرة، وصبروا صافي حيت الساكنين ديال أكادير حتى هما قالوا بأنه كيعانوا بزاف من المشاكل ديال الفيضان.
وغير الصبر ان شاء الله يكون خير، ودائما ردوا بالكم، حذاري ثم حذاري، العقل السليم في الجسم السليم. حيت هاد الشتاء بالنفع، باش نكونوا واقعيين، الشتاء راه ديال الله سبحانه وتعالى، العاصفه راه ديال الله سبحانه وتعالى، الفيضان ديال الله سبحانه وتعالى دائما. وهذا الشهر رمضان، هاد شهر رمضان زوين بزاف، وجد فيه امطار غزيره، شي حاجه زوينه باذن الله. نتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع، نتمنى كاع الناس اللي وقع لهم الخسائر تعاونوا بعضياتكم، تعاونوا بعضياتكم. اي واحد ربما جارك ساكن حدا وقع عليه دخل عليه الفيضان، تعاونوا بعضياتكم، تعاونوا بعضياتكم باش تفكوا هذا المشكل ديال الخسائر. هذا هو الحل، الحل هو الجيران بعضياتكم اللي ما عندوش حطيوه، تعاونوا بعضياتكم وحنوا بعضياتكم، وكلشي يزيد وكلشي يطلع. اما بالنسبه للخسائر كما قلنا، الخسائر في مدينه اكادير، الناس اللي عندهم الخسائر راه ممكن الجيران تعاونوا بعضياتكم وتعاونوا بعضياتكم وزيدوا للقدام كامل، شي اللي ما عندوش حطوا الاخر وتعاونوا بعضياتكم وحنوا بعضياتكم. راه شهر رمضان هذا، اللي دار الخير راه نفعت غير راسك، الا درتي الخير نفعت غير راسك. السلام عليكم، اللي دار الخير راه نفعتي راسك، انت داك الشخص تعاونتي معاه وهو السبب ديالو الفيضان الخسائر والفيضان سبب له مشكل في المنزل ديالو، تعاون معاه عادي جدا، تعاونوا بعضياتكم هادشي كامل. الا حاطيه انت تعاونتي معاه، لاجر عند الله سبحانه وتعالى، واخا هو ربما ما يستاهل ولا شي حاجه، راه انت الاجر ديالك عند الله سبحانه وتعالى. ديال الخير تلقاه. السلام عليكم. بحال الطريقه باش تفك هاد المشكل الخسائر، خاص في النواحي ديال اكادير، وثاني حاجه تطوان حتى هي الشماليين، تبارك الله ما شاء الله على الساكنه ديال تطوان، الشماليين ما نحتاج ننصحهم، هما يحنوا بعضياتهم كيتعاونوا بعضياتهم عادي جدا. والله يوفق الجميع ومسيره موفقه، وديما العقل السليم في الجسم السليم، وهاد الفيضان ولا الامطار غزيره راه ديال الله سبحانه وتعالى، راه باش نوضح لكم كتنزل من السماء، من بعد كتنزل الارض وكدير بعض المشاكل الخسائر، خاص بعد المدن ربما كما شفنا تطوان، شفنا شفشاون، شفنا مدينه اكادير، النواحي ديال مدينه اكادير حتى هي سبات لهم بعض الخسائر. ولكن الصبر اش غدير، ما عندكم ما دير الا الصبر. هادشي اللي كاين اخوتي في هذا الفيديو، غادي نبحثوا ونبارطاجي معكم اي حاجه جديده باذن الله. اشتركوا في القناه ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. حاليا نهار الثالث في رمضان، تبارك الله كلشي زوين، والحمد لله والشكر لله بهذه النعمه ديال الله سبحانه وتعالى. نتمنى هذا الفيديو اللي بارطاجيت معكم يعجبكم، واشتركوا في القناه ديالي وفعلوا الجرس. ما تنساو طلب بسيط، نخلي لكم انستغرام ديالي في الوصف ديال الفيديو، اول تعليق دعمونا في انستغرام ديالي، ونتمنى التوفيق، وغادي نحاول نبحث ونبارطاجي معكم اي حاجه جديده على الويدان، على الفيضان. وفي نفس الوقت راه كنعاود لكم فيديوهات جداد باذن الله، بواحد الطريقه جديده باذن الله. تهلاو.